خلصنا قضيتنا، نروح لفقرة الرياضة العالمية ومتابعة لآخر عناوين الصحف والمواقع العالمية اللي كانت مهتمة أكيد بتصريحات بول بوجبا بشأن الرحيل خلاص من مانشستر يونايتد، وتصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان اللي فتح من خلالها باب الخروج لكل من يرغب في المغادرة من صفوف الفريق الفرنسي. هنبدأ فقرتنا من الصحف الإسبانية وصحيفة ماركا واللي اهتمت برغبة بول بوجبا الرحيل عن مانشستر يونايتد وخسارة منتخب إسبانيا من إيطاليا في بطولة أوروبا تحت 21 عام. كمان اهتمت الماركا ببطل الاسباني فرناندو الونسو واللي طبعا فاز ببطولة العالم للتحدي وكتبت اسطورة تواصل التحدي. صحيفة سبورت اللي اهتمت بوضعية النجم البرازيلي نيمار بعد تصريحات الخليفي طبعا وكتبت الباب مفتوح امام نيمار. كمان اهتمت بفوز الاورجواي على الاكوادور في كوبا امريكا بنتيجة 4-0 ودور لويس سواريز ولقاء منتخب كمان اسبانيا للسيدات في كأس العالم امام الصين. مكملين لسه مع الصحف الإسبانية وصحيفة موندو ديبورتيفو اللي بدورها اهتمت الصحيفة بتصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وكمان اللي هدد من خلالها ببيع أي لاعب بيرغب لا يرغب في البقاء. الصحيفة كمان اهتمت برغبة بول بوجبا بالرحيل عن اليونايتد وكتبت مانشستر يونايتد يفكر في راكيتيتش وكوتينيو في حال رحيل بول بوجبا. نروح من الموندو ديبورتيفو لصحيفة أس وصحيفة ركزت على رغبة بول بوجبا أيضا في الرحيل عن مانشستر يونايتد وكتبت بوجبا بيقوم بالخطوة الأولى. الصحيفة اهتمت كمان بمنتخب سيدات إسبانيا اللي بيواجه الصين في لقاء مصيري لتأهل الدور الـ16 وهزيمة كمان منتخب إسبانيا تحت 21 عاما أمام إيطاليا في بطولة أوروبا. من اسبانيا لايطاليا وصحيفه كوريا ديل سبورت اللي ركزت صحيفه على فوز منتخب ايطاليا تحت ال21 عاما على اسبانيا في امم اوروبا. كمان اهتمت بتعاقد طبعا يوفنتوس رسميا مع موريسيو ساري مدربا جديدا للفريق وكتبت الان ياتي الاجمل. لسه مع الصحف الايطاليه وصحيفه توت سبورت اهتمت الصحيفه بالاعلان الرسمي بتعاقد يوفنتوس مع المدرب موريسيو ساري وكتبت مرحبا ساري. كمان اهتمت بفوز منتخب ايطاليا تحت ال21 عاما على منتخب اسبانيا في بطوله اوروبا. من ايطاليا لانجلترا وصحيفه ذا سان ركزت صحيفه على النجم الفرنسي بول بوجبا واللي نشر صورته مع مصارعي السومو اليابانيين وكتبت بوجبا بينشر صورته مع مصارعي السومو هو بيقول لريال مدريد وزيدان انا معكم كما تحدثت عن وداع تشيلسي لمدربه الايطالي موريسيو ساري. تحدثت طبعا الصحف عن طبعا الايطالي موريسيو ساري من تشيلسي لليوفنتوس. كمان تحدثت عن بوجبا ولسه مع الصحف الانجليزيه وصحيفه ميرور اللي نشرت عبر موقعها الرسمي على الانترنت خبر ايضا عن بول بوجبا لنادي انتر ميلان الايطالي في اقحام لاعب الفريق ايكاردي ضمن صفقه المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد من اجل خفض طبعا القيمه الماليه للصفقه. هنختم جولتنا مع الصحافة الفرنسية وصحيفة لكيب تحدثت الصحيفة عن مصير البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان وكتبت نيمار بينشد أغاني الرحيل. كمان اتكلمت عن مواجهة منتخب فرنسا للسيدات لمنتخب نيجيريا في كأس العالم للسيدات وكتبت التغيرات تكون الآن. يعني كلام كتير جدا يمكن أبرز الصحف اتكلمت خصوصا عن رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد. اتكلمت كمان عن موريسيو ساري خلاص رسميا مع يوفنتوس ميركاتو يمكن مشتعل. نيمار باريس سان جيرمان طلع الراجل قال اللي عايز يمشي يمشي الباب مفتوح قدام اي حد اللي عايز يمشي يمشي واكيد الكلام كان على نيمار ولكن بيبقى الخبر لسه المشتعل هو رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد.